وهي قرية اشتهرت بالصلاح واشتهرت بالعلم واشتهرت بالتقوى واشتهرت كذلك بالتجارة، وهي أقدم مدن من مدن حضرموت. إذا كان الشيخ الآن لها حوالي 600 سنة، إذن المنطقة قبل كم عاشت الشيخة سنين؟ أنا ما عندي بالضبط وجودها، عندي تاريخ وفاتها موجود، قلت لك اللي هو 27/08/847. جبل العر اتخذته الشيخة سلطانة كرباط لها أو كموقع رباط لها من حيث العلم، كانت تدرس وتنفع الناس بعلمها في ذلك الوقت، فاتخذت من جبل العر مكانا لهذا العلم ومكانا تدريس. منطقة مريمة هي القرية كما عرفوها كثير من المؤرخين، هي القرية التي يكون جنوبي المار من سيئون إلى ترين، وهي قرية اشتهرت بالصلاح واشتهرت بالعلم واشتهرت بالتقوى واشتهرت كذلك بالتجارة، وهي أقدم مدن من مدن حضرموت، حيث كانت مدن حضرموت ثلاث وهي بور وتاربة ومريمة هذه الشرقية. تعاقبوها الحكام من الحوارث في السابق وبنو كندا وكذلك الكثير وجافع وغيرا، ولهذه الموجودة الآن أمامكم هي كذلك تنقسم إلى قسمين في الوقت الراهن، وهي شراقي مريمة التي لها في القرون الغابرة وما قبل الإسلام، حتى كان تعبد هنا فيها النصرانية، ووجدت فلوس ودنانير وغيرها من الريالات النصرانية، وسميت مريمة لمريم بنت عمران. وفي كذلك يقال فيها أنها مريامة، ومريامة هذا مرجع الماء لأنه فيها مغتطس أو فيها جذع، وهو ملتقى رؤوس تاربة وشباء وشحوح وتريس، ففيها هذا الجذع موجود لحد الآن، وهو مغتطس للرحلات وللترفيه موجود لحد الآن، وينقسم إلى عدة أقسام منه المقود والهمة، واعتادوها كثير من الدول وله مراسيم خاصة وله عادات خاصة، ويطلعون له في كلور مختص بذلك. وانتقلت بعدين في أواخر عصور الإسلام، وهي بلدة إسلامية شراقي مريم هذه، فانتقلت بعدها في العواصر القرن العاشر لما أتى الحبيب يوسف بن عابد الحسني الإدريسي من فاس يطلب العلم على يد شيخه الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات، وهو كان عصر اشتهر بالصلاح واشتهر بالعلم واشتهرت بالتنافس بالأسانيد، سواء كان في الأحاديث أو السبع القراءات أو غيرها أو العلم اللدني وغير ذلك، وقصدها الحبيب يوسف بن عابد وبإشارة أو بضيافة من بنو حارثة، وهو عمر بن أحمد بن عمر بن علي الحارثي أو بن عرمان الحارثي، وزوجوا عنده واستوطن في مريم وبنوا له الدار، والزوج في مريم من الحبيب يوسف بن عابد الحسني هذا، وهو من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب، واستقروا بذريته، وهم من تولوا الخطابة والإنابة والعقود والتوجيه الناس والإصلاح ذات البين، وأصبحت لهم ميزة علمية في المنطقة، واجتمعوا كثير فيها عندما في ترتيب سيل جذع هذا لإصلاح وادي مريمة من المضالع وغيرها، حتى اشتهر هذا وادي مريمة بجذع هذا بسبب أنه كثرة الزراعة فيه، وكانوا حتى العنب عندنا هنا كان العنب ما قبل الإسلام يزكى، يعني ما قبل الإسلام يزرع بشكل كبير ويصنعون منه الخمور، وما بعد الإسلام كان يزكى وكان كثيرة الزراعة فيه، وتموا يبنون عليه في استعمال الخل وهو المحمول في الشريعة الإسلامية. تنقسم مريمة من جانب التاريخي إلى قسمين، قسم شراقي مريمة وهو هذا حضر ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، وحتى بنيت في هذه سبع مساجد موجودة لحد الآن آثار أربعة منها،
والبقية لم يعثر عليها لحد الآن بسبب طمس كثير من المعالم فيها. كذلك هذه شراقي مريم لها أكثر من 400 سنة وهي أطلال إلى الآن، وبقيت آثار بعض الرفوف أو بعض الفتح أو بعض الأبواب المنازل موجودة، وهذا ما تشير على أن العمارة الطينية في الفترة السابقة كانت متأقلمة مع العصور ومع المناخ حتى بقيت على شكلها على ما ترونه الآن، ولها أكثر من 400 سنة وهي أطلال لم تسكن. وبقي بعض الخزف في بعض البقاع مترامي في ذا، وتم أخذه إلى متاحف في بريطانيا وفحصت وأشاروا إلى هذه المدة أو أكثر. القبائل اللي سكنت في مريم في السابق قبائل الشحبل وقبائل كذلك بني حارثة، وهو كان معقلهم في مريم وحوطة سلطانها. وانتثرت بعدين مريم الآن بحيث أن شراقي مريم هذه انقسمت قسمها حوطة سلطانة ومريم الجديدة هذه أو ما بعد القرن العاشر من الحسنين الذي نزحوا إلى قبلي مريم أو غربي مريم القديم. وحوطة السلطانة كذلك فيها آل الزبيدي، وهم من شلوا رسالة العلم والفتية وتعليم الناس وارشادهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نبغت منهم الشيخة سلطانة بنت علي بن يماني الزبيدي هذا الذي قالوا فيها حال ومقامات رابعة العدوية من الزهد والتصوف ودلالة الناس على الله سبحانه وتعالى والنصح لهم وإقامة الخير وإقامة الكذا. وجدت آثار نقود، ووجدت آثار كذلك الاسم نفسه حق مريم هذه متعلقاته في سيدنا مريم مثال بن عمران، وكذلك وجود بعض الفلوس الذي قال ضربت في مصنعة مريم وهي التي أمامنا فوق القارة هذه. وهذه القارة مصنعة مريم لحد الآن يوجد معنا كما تقول على قولهم القسمة حقها، قسمة الدهاليز والغرف والمصانع حقها وأشياء، لأنهم كانوا الحسنيين في مريمة هم من اهتموا بالتوثيق في من القرن العاشر إلى الفترة الآن في توثيق الأمور في مريمة كاملة، سواء كان من العقود أو الزواجات أو المواليد أو وفاة بعض البارزين أو العلماء وكذلك السلاطين وما كانت الأمور فيها سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. فهذا حوصر من بني كثير في فترة كانت يحكمها هذه بنو حارثة وما يسمى بالحوارث، وهم الذين كانوا في السابق حتى الآن يوجد لهم قصر حصن الحوارث هذا وهو معقل الجيش الآن. كانوا بنو حارثة في هذه القلعة، وكانوا الكثير عبد الله بن جعفر هذا حاصر القلعة هذه التي أمامنا سنة كامل ولم يقدر أن يفتحها، فولدت خيل السلطان هذا الكثيري، فجاء له بنو حارثة من داخل القلعة وعطوه كم حزم حق قضب، فقال لهم السلطان إذا كان هذا محتاج للقضب ما عبي يحتاج شيء ثاني. وكانت هذه فيها لحد الآن بير ماء، وكان يزرع فيها القضب ويزرع فيها أمورهم، وكانوا يستقون من يشربون الألبان حق الأغنام هذه، وتموا سنة كاملة ما هم محتاجين شيء نهائيا من برا مع التمور وغير ذلك. وكانت كل هذه قارة مريمة محاطة بالبيوت ومحاطة بالحراس ومحاطة يقولون نحن الأكوات حراسة وأكوات لذا كوت القفل وكوت النقبة وغير ذلك. فلما أعطوهم فيها البير العذبة هذه يسقون بها زروعهم، وفي يوم من الأيام حتى لما كان بدر بوطويرق جاء بيحاصرها فما قدروا، قالوا أنا بنقطب لما بيدلون الغرب هذا عشان يستجلبون الماء من باطن الأرض بيقطبون الحبل هذا عشان ما عاد يطلع لهم ماء لفوق، فحفروا أو نقبوا غار من الجهة الجنوبية وغار من الجهة الشمالية لكي يقطعون هذا الحبل لكي لا يصعد الماء إلى فوق، فلم يجدوا مكان البير، حفروا هنا وحفروا هنا وحفروا هنا ولم يوفقهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وبقيت حفرياتهم موجودة إلى الآن
ومن حفرها معهم أسماء كذلك تسعة من البرتغاليين الذين أسرهم بدر بوطويرك في حربهم في الشحر هناك مع البرتغاليين. وكان الاهتمام بها كثير من جانب الدولة ومن اليونسف، وكذلك من كان حتى محافظ صلالة وغير ذلك في مساعي الأستاذ عبد الرحمن بن عبيد الله في مدير عام مكتب الآثار والسياحة بالوادي والصحراء في إعادة هذه المنطقة كحصن الفلس وغيرها من الأماكن التراثية لضبط المواقع الموجودة هذه في مريم الشرقية وإعادتها كما كانت في السابق حتى تكون معلماً وآثاراً تدل على الحضارة التي كانوا الحوارث وبنو شحبل وغيرهم من الذين سكنوها خالدة تالدة تدل على حضارتهم وعلى الحقبة التي مروا بها. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. حوت السلطانة تلك المدينة القابعة إلى شرق مدينة سيئون، يعني تبعد حوالي إلى 12 كيلومتر إلى 15 كيلومتر عن مدينة سيئون الأساسية. تاريخياً تعتبر منطقة أثرية لوجود الكثير من المعالم الأثرية الموجودة فيها، سواء كان كما ذكرته قبة حوت السلطانة، أيضاً منطقة شرق مريمة المدينة، تلك المدينة التاريخية تعتمد أيضاً منطقة تاريخية، أيضاً وجود جبل العر موجود فيها وكذلك بيت النخر، هذا أعطى لها دلالة تاريخية تدل على أنها موجودة تلك المنطقة منذ قديم الزمن وأن لها موقع تاريخي وأثري قديم جداً امتد معها مع أو نقول نستطيع أن نقول بأنه لم يتغير مع مرور الزمن لحد يومنا هذا. ما زالت المنطقة محتفظة بطابعها الخاص، محتفظة بنهجها، محتفظة بتماسك أهلها، محتفظة بالنسيج الأسري المتواجد فيها. ولكننا كغيرنا من بقية المدن الذين أيضا اتسعت فيها العمران الجديد من حيث الامتداد السكاني، لكننا نأمل أن تحافظ هذه المنطقة على تراثها، أن تحافظ على نسجها التاريخي. عمرها إذا كان الشيخ الآن لها حوالي 600 سنة، إذن المنطقة قبل كم عاشت الشيخة سنين؟ أنا ما عندي بالضبط وجودها، عندي تاريخ وفاتها موجود، قلت لك اللي هو 27/04/847، هذه يوم الاثنين وفاتها، وفت يوم الاثنين 27/04/847 هذه وفاتها. إذا كان قلنا عاشت مثلاً 60 سنة 70 سنة افترضنا، بتكون حوالي 650 أو 660 سنة، وأنا أشوف أنها يمكن أقدم، مع أن كانت البيوت اللي في الناحية الشرقية في الجبل، بحيث أنه هذا كان تكون زي الوادي، الأمطار كله يعتبر ليس وادي، كله يخرج الماء، حتى أن البيوت كانت تلا في الناحية الشرقية في الأطراف الجبال، هذا الشمال. طبعاً سلطانة بنت علي الزبيدي أطلق عليها مثل ما ورد في كتب التاريخ وغيرها بأنها سميت رابعة حضرموت. رابعة حضرموت هي بحكم رباطها التعليمي كان يأتي إليها الكثير من العلماء يتدارسون معها، وكانوا يدرسون معها الكثير من الدروس الدينية وغيرها، وهنا كونت لها رباط، وهذا الرباط يوجد في جبل العر كأول رباط لها، وهو موجود لحد الآن، بل اعتبر أنه منطقة ثقافية، حيث أيضا قام مكتب الثقافة والسياحة هنا بإيقاف أي توسع عمران في هذه المنطقة، ونحن أيضا نناشدنا أن يتم الحفاظ على هذه المنطقة، ويعتبر أيضا منطقة أثرية تحافظ على تاريخها وعلى النسج التاريخي الموجود في هذه المنطقة.
جبل العر اتخذته الشيخة سلطانة كرباط لها أو كموقع رباط لها من حيث العلم، كانت تدرس وتنفع الناس بعلمها في ذلك الوقت، فاتخذت من جبل العر مكانا لهذا العلم ومكانا تدريس للكثير من العلماء الذين كانوا يأتون إليها لتداول وانتقال وتشاور معها حول الكثير من العلوم الإنسانية والدينية، وأيضا حتى الشعر والثقافة كانوا يتداولون فيها في ذلك الحين، مثل ما ورد عنها الكثير من القصائد التي كانت تشتهر بها. علي كانت ساكنة في العر هذا، القارة هذه يقولون العر، وكان لها رباط فيه وكانت تدرس. بيت النخر، هذا بيت بناه السلطان للحراسة، حراسة وطارح يعني عسكر من قومه حراسة في هذا مشان السرقات مشان، لكن الأصل الأرض هو تابع لمنطقة حوض السلطان وليس حق السلطان وليس حق هذا، الأرضية نفسها حق تابع للمنطقة، لأن المنطقة بحدودها الأربعة هذا من ضمن حقها. في نفس الوقت يعني ما هذا العر ما بنها إلا بالسلطان، يعني تعرف دولة، هذه الدولة ما تقدر أنت تقولها. بعدين في حراسة يعني تعرف كانت السرقات والهذا، بحيث إنه لو في هوشة أو شيء يكونون دولة كلهم موجودين قريب من تعرف المناطق، لأن الآن لأن من حدود منطقة الحوطة حدودها الأربعة، فهمتنا؟ يعني من حصي شبامي إلى قارة هذه على المنصب وأهل المنطقة، أي شيء يحدث هم يقومون بحله، سواء إذا مثلا حتى في قتلة وقعت هم يقومون بشل هذا الميت ويدفنونه يعني كله هذا بحدود هذا حدود المنطقة، ما حد يتدخل فيها إلا أهل المنطقة، المنصب وأهل المنطقة، واللي يتقدم هو المنصب، والأهل المنطقة يكونون معه يشلون. لحد إنه في مرة فيه قتل واحد طلعوه وغسلوه ودفنوه في هنا في المقبرة، حيث لأن هذه منطقتك أنت على يعني ما حد يتدخل فيها، إذا هذا حدودك إذا شيء عندك أنت توك تتحقق، وإذا شيء ما هو في حدودك ما لك علاقة بالموضوع. هذه منطقة حوض السلطان طبعا كغيرها من المناطق المجاورة لها كانت طبعا كانت المهن محدودة، فكانوا يعملون في التجارة وأيضا في الزراعة.
الكثير منهم كان يعملون في الزراعة والبعض الآخر كان يعمل في التجارة، من حيث الاتيان ببضائع من الشحر من غيرها، وأيضا جلب بضائع للتجار من ثمرة ومن ثم تسويقها إلى الأسواق في المدن الأخرى. كان هذا أهم الأعمال التي كانوا يعملون فيها، تجارة وأيضا في الزراعة. عندهم هذا الرباط لها قصيدتين، هذه يقصدونها في يعني يشدونها في الرباط، ليله كل حضره في الرباط تقريبا ليله الاحد او ليله ما انا فاهم بالضبط الليله المضبوطه اللي في الرباط ليله الاحد تقريبا. هذه قصيدتين سوتها هي، يجيبوها كل حد في حقهم الحضره.